الله يوفقك يا يوسف يا ابن الحرام. ليش تكذب علي على اساس بدك تجي؟ ورطتني وخليتنا نتكلف العشاء. الله يوفقك. لك والله شي بيحط الاهل بالكف. هلا ابو نجيب عازمك لعنده على البيت على العشاء والنوم. لك ايه والله شايف. والله شي ما بتصدق. هات لشوف سيدي احكي لي شلون هيك صار. والله ما بعرف يعني، بس هيك عم دورها براسي، مالي عم بقدر حل اللغز. شو مصلحته ابو نجيب ليعزمني عنده على النومه وعلى العشاء؟ لك هذا ابو نجيب مرته ماتت من الجوع وابنه طفش مشان شويه قاورمه. لا والانكى من هيك، بعت بناته لعند عمه مشان يربيهم، وفوق منها كان بده ياخذ كراهم. بقى بتقلي ابو نجيب بده يعزمك على العشاء؟ لك هذا الزلمه كحتوت بيقلب النمله، اذا شافها انتايه بيحلبها. هاها ما عم اقول لك الشغله فيها انها. ايه سيدي بدك ترو؟ اليوم مالي رايح، لشو بكره بركدا بروح لعنده وبشوف شو وراها. لك ابو اليوس ليكون ابو نجيب بده شو؟ ايه والله مش خده مثل المعزاية ما فشار. ايه روق ابو اليوس روق، لك عم نمزح معك، شو بك دغري بتصدق؟ على كل حال انا بكره رح اروح لعنده وبشوف شو القصة. ايه روح سيدي روح. خير يا يوسف يا ابن الحرام، على اساس تجي؟ وينك يا ابن الحرام؟ لا لك والله عم بقول معوذات يا برضه. ولي شو شي سخن؟ لا لا هبتي هذا البيت مسكون، خليني اطلع لبرا نام الحرام على السلك. ما ليش حالك هيك يا ابو نجيب؟ لا والله الله لا يوفقك. انا شو اعمل لك؟ شو اعمل لك انا؟ لا لا سيد راسي لا، توقع لك على شي حرمة درويشة مستورة جوزها بعينك الله. سيدي بعينك الله شو يعني؟ من طعمية لا اكلات اللي عم ياكلون يوسف تاكلوني يا شو عتكلف؟ تخلصني سيد راسي يا روح، ما بعدك روح، خلصنا بقى شو حكيات. اعوذ بالله، ما بيمشي حالك هيك يا ابو نجيب، والله ما بيمشي حالك. شو بك ابو نجيب فيك شيء؟ ايه قول اعوذ برب الفلق. مين انت؟ مين انت؟ لك شو بك ابو نجيب؟ انا ابو فخري. ابو فخري؟ ابو فخري؟ اكيد انت ابو فخري. يا سيدي اكيد انا ابو فخري. شو بك؟ ايه هديت حالي، الله يهد حيلك الهي. ولي لك شو بعدك هون برات البيت؟ اخي قاعد هون قدام باب بيتي، شو حشرك فيني انت؟ شو حشرك فيني؟ استغفر الله العظيم. لك ليش هيك عم ترجف؟ قوم 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 لسعدك تفوت لعلى بيتك. قوم قوم خلص والله مالي خير. قوم قوم استند علي لك. قوم يا الله يا رب. فوت لشوف فوت 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 الله يصلحك ويهديك. شو قعدك هون؟ شو قعدك؟ اهلين بشيد راسي ابو فخري. اهلين سهلين. لك ما سمعت لي منين اجت المي على الباسة؟ اه هذا يا سيدي كنت عم اشرب مي بالطاسه. ايه ما لقيت الا غير فلتت هالطاسه من ايدي ونزلت على الشرواه. ايه وين لك؟ انا روح فوت غير لباسك وتوضى وصلي ونام لك شي ساعه، انا بدي اروح لحق الصلاه في الجامع. يستر عرضك يا ابو فخري صلي هون. يستر عرضك صلي هون. ابو نجيب صلاه الجماعه ب40 صلاه وخص نص صلاه الفجر. هلا على حظي يا ابو فخري، على حظي صرت تحسبها. سيدي اذا كانوا للبنت خدني معك على الجامع خلي نصلي سوا. اي شو عليه؟ ولا لا خلاص بنصلي هون. نصلي هون. يا عيني عليك يا ابو فخري، هذا الحكي الله وكيلك، الك علي احلى صفره ممدوده فوق الله وكيلك.
زبيب وجوز وقاورمة وخبز من ما جميعه سيدي. الله وكيلك مناقصة شيء. شو الكلام اللي هبط عليه فجر أبو نجيب؟ الله يستر. ولا حرام ولا ضد الشرع، ما هيك شيخي؟ هي ما فيها لا عيب ولا حرام، بس يفضل انك تصبر لك شهر زمان مشان الناس ما تحكي عليك. الناس؟ شو بدي بالناس انا شيخي؟ سيد راسي انت شو بدي بالناس؟ والله يا شيخي الشيء اللي عم شوفه انا الناس ما عم تشوفه، الله وكيلك الليل ما عم ناموا. ما شاء الله عليك يا ابو نجيب، والله الشباب معك والحكي. شيخي الله يخليناك، انا شو بدي بالشباب؟ الشباب شيء وانا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم. لذلك أنا بنصحك بالصيام عبين ما تلاقي بنت الحلال اللي تناسبك. تنصحني بالصيام شيخي؟ على أساس أنا من كتر ما عم أكل خزيت العين. والله أنت بتعرف شغلتك. يعني المهم شيخي هلأ إذا تجوزت لا حرام ولا ضد الشرع ولا ممنوع، ما هي؟ لا 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 ابدا ابدا ما فيها شيء. الله يخلي لنا الشيخ نزير، بركاتك يا شيخي، سيد راسي انت، السلام عليكم. والله يا ابو نجيب شفت احسن شيء ديبه هيدا وشغيله وبتجيب مصاري وما بتتكلف علي يا ابنو. عيني عليك يا ابو نجيب. أنا ست راسي أنا. مين أنت؟ لك شو مين أنا؟ أبو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي أحكي معك كلمتين. شو بكي؟ يو لك أنا حرمة وحدانية شلون بدي أفتح لك؟ إنه كلمتين بدي أحكيك إياهو. شو بكي شو حناكلك؟ احكي من ورا الباب. كي سألك ست راسي؟ تاخديني؟ لوين؟ لك شو لوين؟ اسمعوا لا السمعة؟ ست راسي يعني بتتجوزيني؟ لك جواز قبرص ان شاء الله. حرمتك لسه ما نشفت رباطه داير بدك تتجوز، يعني بالشوم عليك. لك والله اذا بتاخذيني طاقة القدر بتنفتح لك. لك ايش بدك عندي؟ عندي برغل وعندي زبيب وعندي قاورمه وعندي عنب، الله وكيلك شو ما بدك عندي. شايفني مو شايفه اكل بحياتي؟ البرغل وقاورمه وزبيب. اسمعوا لا؟ ليك إذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحارة. صحيح إنك واحد سفيه؟ سيد نصري الله يخلينا. سيد نصري شلونك سيد راسي؟ إن شاء الله بخير. أهلين عمي أبو نجيب، الحمد لله بخير. الحمد لله حبيب قلبي. طمنا كيف ست الوالدة؟ إن شاء الله منيحة الحمد لله. أبو نجيب انت ليش عم تسأل عن مامتي؟ ومن وين وين بتعرف انا ست الوالده لحتى اسأل عنها؟ الله وكيلك لا بحياتي شفتها ولا بعرفها، بس عم ناخذ نعطي سيد نصري. شو بك؟ يعني بمعيتك هيك بركي بتسألها اذا بتجوزني. لك الزام حدودك ولك. لك طول بالك. شو بك؟ الله وكيلك ما حكينا شيء. شو بك شو كفرنا؟ والله واللي اسمه والله اذا بتجيب سيره مامتي مره ثانيه على لسانك يا ابن نجيب لحتى انكم تكرارك من شبري. وليه؟ شو هاد؟ لك نصري شو هاد؟ لك معيب عليك لك نصري، زلمه قد ابوك اه؟ لك انا وكيلكم ما سويت له شيء. لك ما لقيت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك نصري؟ ايه بدي تعوى على ابو نجيب، لك عم بجيب سيرة عرضي على لسانه بدك اياه يضل ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مزبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال. بالحلال سألته سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له اسأل لي امك تتجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة. ضب خنجرك لهلاك ضبه. روح على شغلك، نحن رح نعمل له اللازم. يلا روح روح الله يرضى عليك روح. بسيطة يا ابن نجيب بنشوف. خلصنا ماشي يا ابن نجيب. ماشي ماشي سيد راسي. شو حتى منا بعدين؟ شو انت التاني حتعمل لي اللازم؟ شو كفرنا؟ يا سيد يوسف. اهلا يا ابن نجيب. اهلا يا ابو الصيف. وين سيد يوسف سيد راسي؟ والله يوسف راح على جوبر بس طلبيه. ايش على جوبر؟ مشوار والله. ايه مشوار. خير بدك منه شيء؟ اخي عاوزه بشغله ضروريه. مالك انت بدي يرجع؟ والله بدي يرجع قبل المغرب، بس سمعته عم يقول بده يروح يتعشى ينام. يتعشى وينام؟ وين بده يتعشى وينام؟ عندك ابو نجيب عندك. لك شو مو انت عازمه؟ اه ايه 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 صح مزبوط والله انا عازمه. ايه دخيل عينك بس اجا
بتأكد عليها وبتقول له أبو نجيب عم يستناك على العشاء وما حيحط الخبزة بتمه لبين ما تجي. تكرم أبو نجيب تكرم، وأنا معزوم معه كمان. ما يعزمك وحدة تسهل أمرك، شو حشرك أنت التاني؟ لك أخي في شغلة سرية بيني وبينه، أنت شو أنت عزيمتك بعدين سيد راسي بعدين، يعطيك عافية. أهلين بسيد راسي، أهلين بسيد يوسف، لك وينك أنت؟ تفضل تفضل لفوق سيدي، والله شغل بالي عليك، الله وكيلك مشغل بالي. يا أهلين وسهلين، والله زارتنا البركة الله وكيلك. أهلين أهلين بسيد يوسف، يا أهلين وسهلين، شرف سيدي شرف، على الصدر على الصدر شرف. إيش هو الحماية اللي إلك؟ إيش هو الحماية اللي إلك؟ أكيد جاي جوعان وتعبان، شرف سيدي يلا، سمي بالله. بسم الله. شو هذا؟ شو بك سيدي راسي؟ شو هذا اللي بالصحن؟ هي القورمة سيدي، مالك سمعان بالقورمة؟ لك بلا سمعان فيها، بس ليك ما في غير الدهن، شو ما في لحمة؟ لكن بلا، هي القورمة مدهنة شوي سيدي راسي. لك شو شوي؟ ما في لحمة بنوب، أنا هيك شي ما باكله، عن إذنك معلمي. لك صلي على النبي صلي على النبي، شبك أخلاقك بروس مناخيرك يا سيد يوسف. خلاص جيب لك لحمة، عميل الله بجيب لك لحمة. يلا، وأحلى لحمة لسيد يوسف. يا ترى شو بده مني؟ إذا بحياته ما اجتمعوا صرمايتين ببيته، هلا صار كريم، أكيد الشغلة فيها أنه لنشوف آخر تمعه، بس ما يكون مثل ما قال أبو سطيف. وأهلي بسيد يوسف، ويا سيدي وهي أحلى صحن أورما. شرف درسي. كأنه هالأورما خربانة وريحتها طالعة كمان. أعوذ بالله، شو عم تحكي؟ هي الأورما هيك ريحتها مثل ريحة الشنديل، شو عم تحكي أنت؟ سمي بالله سمي بالله سيدي، سمي بالله وكل، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمة لك هلأ بيخلصهم كلهم ويصير بده كمان. إن شاء الله ريته مطرح ما يسري يهري، إن شاء الله سم الهاري إلهي. إن شاء الله صحة وهنا سيدو، إن شاء الله مجاري الهنا إلهي، مطرح ما يسري يمري. كل أمانة تاكل، ما بتخلي شي، ها ما بتخلي شي. خبز خبز سيد راسي خبز، لك كبر الخبزة شباك. كله عنب سيدي، كله عنب، الجوز تقيل، الله وكيلك تقيل، كتير تقيل. ماشي إن شاء الله صحة وهنا. الحمد لله. وين سيدي؟ أكيد رايح لبيت المي، قلت لك الأورمة تقيلة يا سيد يوسف، ما صدقتني. الحاصل والله، رايح الحاصل أنا. شو هات سيدي؟ يستر عرضك لا تروح الحاصل سيد يوسف، يعني هلأ بعد ما تعشيت وأكلت الأكلات صار بدك تروح الحاصل سيدي؟ أبو نجيب اللي بالمشرمحي، شو بدك مني؟ شو بدك يكون بدي منك سيدي؟ شو بدك يكون بدي منك؟ ولا شيء الله وكيلك ولا شيء، بس أنا شو قلتي حالي؟ قلتي حالي يعني بما أنك أنت وحداني وأنا وحداني، فليش ما منسهر سوا؟ منتعشى سوا ومننام سوا؟ مننام سوا؟ أبو نجيب شو قصدك؟ والله مو قصدي شيء، الله وكيلك مو قصدي شيء، لا تفهمني غلط. واصحك يروح مخك لبعيد فكر انه انا بخاف يعني نام لحالي مشان ما تطلع لي من نجيب. لا والله ما فيك شيء، بس انا قلت لحالي يعني بحن عليك سيدو، بحن عليك. ايوه يلا خاطرك لكان. والله ما بتروح سيد يوسف، استر عرضك، والله بخاف نام لحالي عم تطلع لي من نجيب بالليل. من نجيب؟ لا عمي لا، يستر على عرضك، انا خلقت العالاتي جوزتين بخرج. قال ابن نجيب قال بدي روح عمي، عم بدي روح، مختار مني على الحاصل بدي روح. الله لا يوفقك يا سيد يوسف، الله لا يوفقك الاكلات سيد يوسف، يا سيد يوسف سيد يوسف. الله لا يوفقك يا يوسف على الفصل، الله لا يوفقك الهي، ان شاء الله مطرح ما يسري يهري يفضح حريمك، اكل الاكلات وراح. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، ان شاء الله سم الهاري الهي. شو بدك تعمل هلا يا ابن نجيب؟ شو بدك تعمل؟ والله خايف نام جوا لحالي، الله وكيلكم خايف.